بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ينعقد الآن المؤتمر الصحفي لإدارة العاملين بقناة الشروق على خلفية إيقاف القناة عن العمل بقرار لجنة إزالة التمكين يوم 7 يناير الحالي. يتحدث فيها السيد المدير العام الفريق السر أحمد عمر عن موقف القناة وحيثيات هذا القرار على العاملين، فليتفضل السيد الفريق السر أحمد عمر. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أنا أشكر كل الذين حضروا هذا المؤتمر، ثم أيضا عبركم أشكر كل الذين وقفوا معنا من المنظمات الصحفية العالمية والمنظمات الصحفية الإقليمية والمحلية، وكل الذين سألوا وكل الذين تفقدوا وكل الذين اتصلوا. حقيقة أنا قبل أن أدلف للقرار وتداعيات وما إلى ذلك، لا بد أن نثبت بعض الأشياء. هذه القناة عندما انطلقت، وكلكم تعلمون أنها انطلقت في يناير 2008، ونحن تسلمنا، كان هنالك عدد من الإدارات تولت إدارة القناة، ونحن تولينا إدارة القناة في نهاية 2016، تحديدا في نوفمبر 2016 وبدايات 2017. طبعا هذه القناة قامت على أهداف محددة ولها دليل عمل صارم جدا، وهي تسعى لإرساء السلام والتنمية والاستقرار والإصلاح، ومعروف أنها تبنت كل قضايا أهل السودان، وهي طبعا تتميز بأنها هي القناة الإخبارية الوحيدة، ثم أنه هي تتميز بأنه لها التواجد في كل ولايات السودان، ويمكن هي نهت مسألة الهامش لأنها وصلت وأوصلت كل صوت وكل قضايا الأطراف عبر مراسلين. ونحن نستطيع أن نقول إنه هذا الكادر الذي يدير قناة الشروق كادر مهني بحت متخصص، يضم خبراء لهم دراية بما يفعلون، ولهم التزام صارم بدليل العام لقناة الشروق، بدليل إنه هذه القناة يعني كان لها وجود حتى على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، ويمكن الآن هي من 2008 لغاية 2019 حازت على 28 جائزة من مختلف المهرجانات، مهرجانات عقدت على مستوى العالم العربي في تونس، في مصر، في البحرين، في الأردن، وفي عدد من الدول هذه القناة شاركت فيها وحازت على هذه 28 جائزة، ولعل هذا مؤشر واضح إنه هذه القناة يعني نافست على مستوى الإقليم بل على المستوى العالمي، لأنه عندما حازت على برونزية تحقيق إخباري في 2018، مو برونزية حقيقة، فضية، في 2018 كان منافسيننا 52 قناة عالمية، 52 قناة عالمية كانت ضمن هذه المنافسة. قناة الشروق هي منبر جامع لكل الطيف السياسي، ونحن ما دارين نقول بنتحدى ولا بنفس هادي، بنقول كل الأطياف السياسية ما ظهر في قناة الشروق يقول نحن مصر ما في، في كل مسيرتها، خلال مسيرتها كلها. وهي تضم قناة الشروق كوادر من كل أيديولوجيات مختلفة، سحنات مختلفة، أفكار مختلفة، ولكن كلها تعمل في إطار مهني واحد، ده نريد أن نثبته.
قناة الشروق إنها هي نافحت عن قضايا، إنها هي عندها برامج كاملة وقفت تماما، زي المحطة الوسطى كلكم متابعين، زي التحقيق، زي المباشر جدا، وهنالك حلقات وقفت وهكذا. لكن هذا هو شان العمل الإعلامي. طيب نحن نجي للغرار. حفظنا الله دارين نقول حقائق مجردة، لا رد فعل ولا كده ولا كده، حقائق لتثبيت أشياء محددة. نحن الغرار ده فوجينا به تماما، ما كان عندنا علم إطلاقا، لغاية ما وصل وبلغتنا قوة أمنية بصورة محترمة، بلغونا بهذا الغرار. عندما طلبنا غرار مكتوب اعتذر، وحتى الآن لم نستلم غرار مكتوب، حتى هذه اللحظة لم نستلم غرار مكتوب. هذه القناة لها نظام مالي دقيق جدا، وأنا أستطيع أن أقول كمدير تنفيذي من استلمت لغاية الآن أي مبلغ خش الشروق خش بنظام الصرف، بنظام معروف خش كيف والصرف كيف، وعندنا مراجع. ولحسن الحظ هذا العام 2019 تم تكفيل الحسابات قبل يوم من تكفيل قناة الشروق بواسطة المراجع. أي قرش جانا نحن ثبتنا، أي قرش طلع مننا مثبت. نحن ما تصرفنا في أي حاجة في خلال مما قامت الثورة دي، نحن ونحن اشتغلنا من ديسمبر العام الفات، استضفنا كل الأطياف السياسية، كل يقول رأي، كل يدافع عن وجهة نظره، كل يدلي بما يريد من ديسمبر. لأن نقول إنه نحن يعني كإدارة تنفيذية من حقنا النزعة، بل واجب علينا النزعة لإيجاد الأفضل. ما زالت استوديو، ما عندنا استوديو في اتحاد الشباب. نحن نعم سعينا إنه نعمل استوديو، لأنه هذه المغار مؤجرة. خلنا القناة دي بدت في دبي، ما بدت هنا. ترخيصها ونشأتها وتأسيسها في دبي، هذا حديث آخر. كما ذكرت انتقلت بالكامل في 2017، بداية 17 نحن نقلنا البث للخرطوم، لذلك هي بدت خارج الخرطوم. ودي هذه استوديوهات كانت مؤجرة، والمالكين بيطالبوا كل سنة وهكذا، ثلاث تستطيع أن تتوسع، ولكن فمن حقنا بل واجب علينا النزعة لأن تكون لنا استوديوهات أخرى. ما تصرفنا في قطعة أرض الآن إطلاقا، أريد أن أثبت هذا الأمر. نحن حقيقة يعني مع أي تفتيش، مع أي مراجعة، هذا حق طبيعي، وهذا لا يزعج إنسان بل لا يرفض إنسان. ونحن حقيقة جاتنا لجنة قبل كده، جاتنا لجنة بمستوى رفيع من المجلس العسكري بقيادة رتبة رفيعة، بقيادة فريق، وهذه اللجنة ضمت معظم التخصصات المطلوبة وجلست معانا، جونا صورة حقيقة محترمة جدا نحن نشكرهم عليها، واخترونا، وأي معلومة طلبها سلمنا لها، ما عندنا شيء آخر. أي معلومة طلبت تم تسليمها. نحن كون نخش في شراكات، نتلقى دعومات، أخونا دي شان كل قناة، ما في قناة ما عندها شراكات، ما في قناة ما بتتلقى دعم، بالذات القنوات الإخبارية. لكن كل ذلك مرصود، كيف جاء وكيف صرف مرصود وبدقة. مطلوبين؟ نعم، ما في غنى مطلوب. وهذه الدولارات
أو المديونية بتاعت الدولارات هي للأغمار الصناعية. إحنا كنا بنبث على قمرين وفي الفترة الأخيرة على 3 أقمار وكلها بتكلفة عالية جدا. كثير من القنوات تم قضاء الإرسال عنها، أنتوا تعرف تم قضاء الشارع عنها، أنتوا تعرف لمديونية. كثير من القنوات مديونة نفس المديونيات بتاعتنا وأكثر. ما في غرابة ولا في غضاضة في هذه المسألة، لكن هذه المديونيات أنت تعرف إن للأوضاع الاقتصادية في البلاد مؤخرا، ارتفاع سعر الدولار، عدم وجود الدولار بالسعر الرسمي وهكذا، أدت لتراكم المديونيات. وهذه يعني نصر إنها ما حالة شاذة ولا نشاذ، هي معروفة. نحن لنا رعايات، نعم، لنا شراكات، نعم، ولكن في الفترة الأخيرة تأثرت هذه الشراكات وتأثرت حتى الإعلان، تأثر كثير جدا. يعني دي ظروف معروفة للناس كلهم، وحصل لنا شح حقيقة. وبذلك نحن لازم نزع لأنه نمشي، والحمد لله ما وقفنا. وبالذات في الفترة الأخيرة كل هذه المسائل تحملها، يعني كل نقص يحصل لنا مرتبات وخلاف وتحمله الأخ أستاذ جمال الوالي عبر مكتبه هنا في السودان. صحيح إنها هي حصل بعد ذلك تنازل للأخ جمال الوالي، لأن يمكن لقال هو داعم الوحيد للغناء بعد الشح اللي حصل وبعد تأثر الإعلان وتأثر الرعايات وتأثر وارتفاع سعر الدولار وما إلى ذلك. أما مسألة إنه المدير عنده 15 كان سهم، دي أنا ما اشتريتها، يكون واضح، انتقلت من المدير السابق، وكل مدير بينقل للمدير لضمان حسن إدارة الغنى. هذه كانت أسهم المدير السابق، انتقلت بصورة تلقائية للمدير الحالي، من جاء مدير تاني تنتقل كان، لكن الآن هي رجعت لي المالك ولرفض مال الوالد. يعني نحن حقيقة هذا القرار انه الان العاملين انتوا شفتوا اصدروا بيان متأثروا بهذا الامر تأثير مباشر، و عشان كده نحن معنيين مسؤولين من العاملين دي، مسؤولية قانونية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية تضامنية، مسؤولية إدارية. مسؤولين العاملين لا بد أن نعكس هذا الأمر، ونتمنى أنه ما يتضرروا. احتكام للقانون، كل شخص يزعى للاحتكام للقانون، وده وسيلة محترمة ووسيلة منطقية نحن نحتكم للقانون. ذلك إجراءات قانونية تسير المالك، وهنالك عمل إداري حقيقة. يعني نزعم إن أنا كان ما تتأثر، ولكن بالطبع يعني أنا توقف تمام. يمكن نحن أردنا إنه نوضح في نقاط سريعة، لأنه الزمن ماشي والمغرب قرب، أردنا إنه نديكم خطوط عريضة بهذا الأمر وهذه التداعيات التي حدثت. شكرا جزيلا. الأخ نائب المدير العام الأستاذ علي المبارك، إذا عندي إضافة ممكن تفضل.